السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 2 سبتمبر 2020. ونبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي استفاد من مجيء بيانات مؤشر مدير المشتريات بالقطاع التصنيعي الصادر بالأمس أعلى من التوقعات. الأجرة حاليا تداوله عند المستويات 92.33، ولكن بشكل عام لا تزال النظرة السلبية قائمة على تداولات مؤشر الدولار الأمريكي. وننتظر اليوم صدور بيانات هامة وقوية، وهي معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي، والذي من المتوقع أن يضيف حوالي 1,250,000 وظيفة خلال الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة قرابة 167,000 وظيفة. ولكن بشكل عام ننتظر بيانات أهم، وهي بيانات سوق العمل الأمريكي المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل، والتي سوف أناقشها بالمزيد من التفصيل قبل صدورها، والتي سوف يكون لها تأثير واضح وقوي على تداولات مؤشر الدولار الأمريكي، خاصة بعد تصريحات جيروم باول الأخيرة، والتي أعطى لسوق العمل أهمية أكبر من تحقيق هدف التضخم. يمكنكم الاطلاع على الفيديوهات السابقة للاطلاع على التعليقات المتعلقة بتغيير الفيدرالي الأمريكي توجهات السياسة النقدية فيما يتعلق بمعدلات التضخم وبالتالي توجهات السياسة النقدية. من ناحية أخرى ننتقل إلى تداولات اليورو دولار، والذي سجل تراجعا إلى المستويات 1.1917، وذلك بعد أن أظهرت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو تراجع المؤشر إلى النطاق السلبي لأول مرة منذ عام 2016، ليبتعد المؤشر عن هدف المركزي الأوروبي عند 2%، وهو ما قد يثير التساؤلات حول إمكانية إضافة المركزي الأوروبي المزيد من التسهيلات لتحفيز معدلات التضخم، أو تفضيل الانتظار حتى يتم صدور المزيد من البيانات خلال الشهور المقبلة قبل تغيير توجهات السياسة النقدية. ولكن بشكل عام سوف ينعكس ذلك بالسلب على المدى القصير فقط بالنسبة لتداولات مؤشر اليورو دولار زوج اليورو دولار. وقد من المتوقع أن نشهد مستويات 1.20، والتي تمثل مستويات مقاومة قوية جدا ويجب اختراقها لمواصلة الارتفاع الحالي. أما في حال استمرار فشل الزوج في اختراق مستوى المقاومة 1.20، من المتوقع أن تستقر التداولات بين المستويات 1.17 والمستويات 1.20 على المدى المتوسط، ولكن شخصيا أفضل استغلال التراجعات للشراء بالنسبة لتداولات المدى الطويل. أما بالنسبة لتداولات السليني دولار، والذي سجل تراجعات تصحية إلى المستويات 1.3392، يفضل أيضا استغلال تراجعات الزوج للشراء خاصة بعد كسر خط اتجاه هابط على الإطار الزمني الأسبوعي. ومن المتوقع أن يتلقى الزوج دعما قرابة خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني القصير وعند المستويات 1.3267 الموضحة على أمامكم على الرسم البياني، وهي مستويات دعم كانت تمثل مستويات مقاومة سابقا، وتظل النظرة الشرائية قائمة طالما حافظ الزوج على تداولاته أعلى المستويات 1.32. أما بالنسبة لأسعار الذهب، شهد أيضا الذهب تراجعات تصحية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وتحسن البيانات الصينية والأمريكية بالقطاع التصنيعي، ولكن بشكل عام لا تزال أيضا النظرة الشرائية قائمة من الناحية الأساسية ومن الناحية الفنية مع استقرار التداولات أعلى المستويات 1900 دولار للأونصة. ومن المتوقع أن يتم استهداف المستويات 2015 دولار للأونصة، وباختراقها يمتد الارتفاع إلى المستويات 2073 دولار للأونصة، وتظل النظرة الشرائية قائمة طالما حافظ الذهب على تداولاته أعلى المستويات 1900. أما بالنسبة لتداولات مؤشر الداو جونز، من المتوقع أن يتم استهداف المستويات 29,000 خلال الأسابيع المقبلة، ولكن هناك مستوى مقاومة يجب أن يتم اختراقه، وهي قرابة المستويات 28,880، وتظل النظرة الشرائية قائمة على تداولات الداو جونز. أما بالنسبة لأسعار النفط على المدى الطويل، تظل النظرة الحيادية قائمة باستقرار التداولات بين 40 و50 دولار للبرميل، ولكن شخصيا أفضل بناء تمركزات شرائية قرابة المستويات 42.55 دولار للبرميل باستهداف المستويات 43.65 دولار للبرميل. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.